السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوتي وأخواتي الكرام بعد اللقاء، ويعني فترة زمنية لم نلتقي فيها عبر قناتكم قناة مثنى عبيدة على اليوتيوب. فمرحبا بالجميع، وأشكر دعمكم، أشكر سؤالكم، أشكر كل مشاعركم الطيبة وما تفيضون علينا به من كرم أخلاقكم الكريمة. اليوم حقيقة والعود أحمد، وأحببت أن أتطرق إلى موضوع يعني مهم، ألا وهو احترام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين، واحترام الأديان، واحترام عقائد الناس التي ليس فيها غلو ولا ظلم ولا عدوان على الآخرين. قد علمنا ويعلم الجميع ما تلفظت به المسؤولين في الهند من ألفاظ لا تليق بحق سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. والحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد واجه الكثير وقد قيل فيه الكثير، ولا يضرنا كمسلمين نحن حبنا واقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم رأي الآخرين، فلن يضروا عقيدتنا ولن يعني يمسوها بشيء، الحمد لله هي ثابتة بإذن الله تعالى في قلوب وعقول المسلمين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تجنيه الهند كدولة تقول إنها صديقة للعرب والمسلمين، تقول إن علاقاتها طيبة، تعلمنا في المدارس وبالتاريخ عدم حركة عدم الانحياز، و يعني غاندي وإنديرا غاندي وغيرهم من أسماء، والذي يحب الفن الهندي والذي يحب البهارات الهندية. سؤالي للهند أو غيرها من الدول، ما الذي تجنيه دولة كبيرة كالهند من أن تسيء إلى النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو أرفع وأعظم شأنا من هذه التفاهات التي تلفظت بها مسؤولي أو تلفظ بها مسؤولي الهند. الحقيقة لو نأتي على الجانب الاقتصادي، فالهند ليس في صالحها أن تعادي العرب والمسلمين، يعني العرب والمسلمين لهم في الميزان التجاري الهندي، يعني بما معنى منظومة التجارة بين العرب والمسلمين والهند كبيرة جدا. وجود الحزب الحاكم الذي يعني يدعو إلى طرد المسلمين وإلى إسقاط الجنسية عنهم حقيقة تعجب. دولة فيها قرابة 13 إلى 14 ونصف من سكانها، من نسبة سكانها مسلمين. طيب أنت إلى أين تذهب فيهم؟ وهل أنت المواطن الأصلي والمسلمون المواطنون درجة ثانية؟ الحقيقة هذا لم نسمع فيه، ونحن كمسلمون لم نقل في يوم ما لأتباع الديانات والعقائد الأخرى اخرجوا من بلادنا لا مكان لكم، لأن الحقيقة الإسلام يأمرنا بالبر والرحمة بالضعيف والفقير وكذا. طيب الهند، أنت يا دولة الهند الدولة الكبيرة فيك من الديانات، إذا بين قوسين أسميناها ديانات، الهندوسية وغيرها وغيرها، السيخ وغيرهم، وديانات وعقائد وقوميات ما لا يحصى ما لا يحصى. أما من تنتقدونه فقد النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمة، جمع العرب، جمع المسلمين، جمع الأقوام الشتى حول كتاب واحد، يتكلمون لغة واحدة ألا وهي اللغة العربية. كل المسلمين حتى من لا يتكلم اللغة العربية يحرص على أن يتعلم لغة القرآن. فقد وحد أمم شتى وأقوام شتى وملل شتى، وجعل لهم لسانا واحدا، وجعل لهم دينا واحدا منذ 1440 سنة وأكثر. فأما أنتم يا هند فالأولى بكم أن تلتفتوا إلى حالكم، تلتفتوا إلى شعوبكم، شعبكم الفقير الذي الفقر ضارب في الهند. طيب إذا العرب مجرد، وأنا حقيقة أشيد بالموقف العربي والإسلامي حتى على الحد الأدنى، ألا وهو استدعاء السفراء وإحسان،
هذه إخواني في عندنا خطوات دبلوماسية تستطيع دولنا العربية والإسلامية أن تقوم بها، وهذا ضمن القانون الدولي بالمناسبة. نحن أبدا الكلام ضمن السياق السلمي، ممكن أن تستدعي السفير، ممكن أن تعبر لدولته عن امتعاضك وانزعاجك، لأن أنت كحكومة عربية أو مسلمة ممثل للمسلمين الذين هم غالبية شعوبكم، وقد جرحت مشاعرهم وأسيء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن باب الأولى أن يستدعى السفراء، أن يتكلم معهم، وفعلا حركة بسيطة استدعاء كم سفير في بعض الدول العربية الخليجية جزاهم الله خير، جعلت الهند يطردون هؤلاء الذين أساءوا الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. المظاهرات التي سارت في باكستان وبنغلاديش والهند، الله يجزيهم بالخير، مسلمي الهند لم يسكتوا رغم الظلم الذي يعانونه، رغم التهميش والقتل. والحزب الهندوسي منذ صعوده إلى السلطة حتى الآن ينادي صراحة بطرد المسلمين، ولا أعلم أين يذهب المواطن الذي عاش آباءه وأجداده. يكفي أن الهند علامتها السياحية تاج محل، تاج محل بناه زعيم مسلم لزوجة مسلمة. طيب وإن بالمناسبة بعض الهندوس يطالبون بتدميره. طيب فتصور الغلو والتطرف والإرهاب الذي يمارسه الكثير من الهندوس ضد العرب، ضد المسلمين في الهند. لذلك أنا أدعو يعني كل من له صوت وكل وسائل الإعلام وكل الذين خبروا السياسة وعرفوا دروبها أن يستخدموا الأدوات المناسبة للرد على هكذا ترهات. الهند يجب أن تفكر بالعمالة الهندية الموجودة في دول الخليج الذين تذهب الأموال إلى الهند وإلى عائلاتهم. نحن لا نقول بإيذاء أو ضرب أو طرد أي إنسان بريء، ولكن يجب أن تفهم حكومته إنها قد أساءت التقدير وقد أساءت الأدب، ويجب عليها الاعتذار، ويجب عليها إصلاح ما بينها وبين العرب والمسلمين. لأن أمة المليارين، المسلمون مليارين، والهند قد تقترب من المليارين. وخل يعني بصريح العبارة لتنظر الهند لنفسها، كم دين عندها، كم عقيدة عندها، كم وثنية عندها، كم، بينما المليارين يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد صلى الله عليه وسلم. لذلك الأولى حقيقة بالهند أن تعود إلى رشدها، أن تحرص على علاقتها مع العرب والمسلمين، وأن تحسن صياغة كلماتها وصياغة سياساتها. وعلى العرب والمسلمين أن يستخدموا كافة الأدوات السلمية التي تعبر عن حضارتنا، تعبر عن عمق الإسلام وتأثيره في نفوسنا وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لن يضروك بشيء، هذه ربنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن واثقون بأن العرب والمسلمون عموما حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم باق في قلوبهم جيلا بعد جيل، يورثونه للأبناء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وصلى الله على كافة الأنبياء المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في قناة مثنى عبيدة على اليوتيوب.